في الصحراء السابقه الواسي محمد الجولي من بين النداء المعطلين اللي داروا وقفه اليوم من اجل توظيف هذا الاغمى عن الخيرات الصحراء الغربيه ينهب الاحتلال المغربي، وجينا كرئيس سيف تراي جمعيه الصحراء الخير المعارف الصحراء الغربيه وجينا معهم وقفه، وجاو القوات المساعده والخازن بالشرف عن رئيس المنطقه الامنيه وكبيته تاع المخازن يشوف الدخل اللي تدخل 65 انا قال دخلوا عيد اخوك كانوا باغي يقلعوا هذا التيشيرت فيها طالب دي ميزيك يا غير هذه نقول لهم رساله عن لو عدلتوا لو كتلتونا اراهم ما ولا يثنوا عن قضيه الوطن هو الاستقلال والموت باسم الشعب باسم الجبهه الشعبيه دينا النهضه تحت اقدام الرجعيه.